من هو النبي الذي مات ولم يولد؟ سيدنا آدم. ماشي سهل. من هو النبي الذي ولد ولم يبقى؟ سيدنا عيسى. ماشي أنا سعيد بقى. ماشي. من هو الملك الذي خلص مصر من الاضطهاد الفارسي؟ ده ايه؟ ده مش دي. انت بقى جاي اهو، اقول لك اختيارات يعني؟ ماشي. قسطنطين، انطونيوس، ولا اكتافيوس، ولا الاسكندر الاكبر؟ الاسكندر الاكبر. صح شاطر. ماشي. من هو الملك المبطل بالوحي؟ سيدنا عيسى. غلط. حط وشك. سيدنا جبريل. بس انت مش حطيت اصلا. حط. يلا بجد دلوقتي لسه يا جماعه مش حطيت وشي. ماشي هستعيد بس اصبر بس. من هو النبي الذي لا استنى ايه السؤال ده؟ هقول من هو خزر النار؟ استنى. مروان.